هتكلم دلوقتي على التطور الكبير الجزء الثاني والسبعين والتكاثر يثبت خطأ التطور. زي ما بقول الموضوع ده هيكون ليه علاقة بتكاثر الكائنات، فلو البعض يظن ان هو غير مناسب للأطفال ياريت يعني يطلب منهم ان هم ما يحضروش. Viewer discretion is advised زي ما بيتقال. فرغم ان هو ما فيهوش حاجه يعني خطا واقل بكتير من اللي بيجي في الافلام بتاعه سن 14 و18 سنه، ولكن جاست حبيت انبه من الاول الموضوع ده خاص عن تكاثر الكائنات. فاللي مش شايف الفكره ان هي مش مناسبه لصغيرين السن، لو سمحتم من الاول يطلب منهم ما يحضروش معانا، واللي هيحضر يكون على مسؤوليته الشخصيه. ده باختصار شديد إيه اللي هنتكلم فيه مع بعض وإيه اللي بنتكلم فيه كل مرة. زي ما بقول مقدمة مختصرة، سامحوني لو فيها شيء من التكرار. الإلحاد والتطور زي ما قلت وجهين لعملة واحدة. الوجهين لعملة واحدة ليه؟ لأنه الإلحاد اللي دايماً أفكار قديمة فلسفية كانت بتحاول تظهر، وبعض حتى العقائد القديمة اللي ما انتشرتش زمان اللي كانت بتنادي إنه مفيش حاجة لإله خالق، ولكن للأسف ما كانتش بتنتشر ولا بتنجح. ليه؟ لأنه لما كانوا يدعوا هذا التفكير كان دايما بيواجهوا بالسؤال، طيب لو مفيش إله خلق من أين أتت الخلائق؟ طبعا السؤال ده كان سؤال تعجيزي بالنسبة للفلسفات الإلحادية القديمة، ما كانتش بتنتشر لغاية ما ظهرت فرضية بتدعي لا لا لا، الكائنات ما جاتش بالخلق، الكائنات جات عن طريق التطور، ولا يوجد حاجة لإله خالق. للأسف أخذت شكل علمي رغم أنه غير صحيح لأنه غير ملاحظ وغير مختبر غير متكرر، ولكن دفاع الملحدين المستميت عنها ادها هذه الهالة العلمية الكاذبة. فهل الكلام ده صحيح؟ وده اللي ابتدينا ندرسه مع بعض، لأنه الفكر ده بيدعي أن الكتاب المقدس أخطأ من بدايته لما تكلم على الخلق. فترى الكتاب المقدس هو الصحيح، وإحنا بنتكلم في الخدمة بتاعتنا له الدفاعي على الكتاب المقدس صح أم لا؟ فهل الكتاب المقدس صحيح ولا التطور هو الصحيح والإلحاد؟ زي ما قلنا يوجد فكرين عن الكائنات الحية، الأجناس المختلفة اللي موجودة جات من فين؟ الكتاب المقدس والفكر التطوري. الكتاب المقدس قال بوضوح شديد الأجناس جات من فين؟ جات إن هي اتخلقت، ربنا خلقهم في أسبوع الخلق. فالكائنات تتنوع ولكن تبقى في جنسها، الكلاب تتنوع ولكن هتفضل كلاب مش هيتحول جنس تاني، الإشريشيا كولاي تتنوع ولكن هتفضل إشريشيا كولاي مش هتتحول لجنس تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. الحمام يتنوع ولكن هيفضل حمام. لكن الفكر التطوري لا، حب ينادي بشيء عكسي، قال إنه لا، الأجناس ما اتخلقتش مستقرة ومستمرة كجنسها، لكن لا، ده الكتاب المقدس غلطان جملة وتفصيلا، ده الأجناس كلها جات بالتطور من جد مشترك. لما طلعوا بالكلام ده كانوا بيتسألوا باستمرار، طيب الجد المشترك جه من فين؟ خد الموضوع منهم حدود تقريبا 90 سنة لغاية آسف خد الموضوع منهم 70 سنة لغاية ما عرفوا يألفوا لهم تأليفة إنه الجد ده جه من شوربة عضوية قديمة. إيه هي الشوربة العضوية دي؟ قالوا شوية مواد غير عضوية اتفاعلت كونت مواد عضوية، هوبا بالصدفة البحتة طلع منها أول جد ينقسم ذاتيا أدوبك بجين ولا اتنين. طبعا الكتاب المقدس ما قالش الكلام ده، لأن ربنا مش محتاج لتطور عدو ولا غيره، الرب قال فكان وخلق كل جنس كجنسه. أما الفكر التطوري زي ما قلت اللي ادعى هذا الادعاء، وادعى إنه من التطور العدوي ده طلع الجد، الجد ده اللي قعد يتطور وتخرج منه المجموعات الحيوانية والنباتية وكل الممالك اللي احنا عارفينها، واللي وصلت لكل الأجناس اللي موجودة حاليا في الشجرة العملاقة الأسطورية دي، شجرة التطور. بدينا من الأول، طيب فعلا هل حصل أن مواد غير عضوية اتفاعلت مع بعض كونت مواد عضوية؟ هل ده حاجة علمية؟ طلع علم البايوكيمستري يشهد على خطأ هذا الكلام جملة وتفصيلا، ولا يوجد أي دليل علمي إلا خدعة في تجربة بتاعت تجربة ميلر اللي عرفنا كمية الخداع اللي موجود في هذه التجربة واللي ما حدش يعرف يرد عليها حتى الآن بتاعت تجربة ميلر، ولا بيشرحوا أي تفاصيل في هذه التجربة عشان عارفين إن أي تفصيل في هذه التفصيلات الكتيرة في التجربة دي تؤكد خطأ ادعاء إنه شوية مواد غير عضوية تتفاعل مع بعض تكون كائن حي. ده خرافة
البايوكيمستري من باب يوضح ان ده خرافه. طيب يعني عرفنا ان الشجره دي ملهاش جذور، دي كده شجره شيطانيه بدون جذور اصلا. طب الشجره العملاقه دي اللي بدون جذور، بدايتها بدايه الساق الجدية اللي كون كل تطور لكل الاجساد الاكناس الحاليه، فينه؟ مفيش. يعني ايه الجد ده الاساسي اصل كل الاجناس ملهوش وجود؟ لا الحقيقه ملهوش وجود. طيب هل في اي ادله علميه عليه؟ الحقيقه الادله العلميه على عكس ذلك. يعني ايه؟ زي ما اتكلمنا على ما يسمى بالمينيمم جين كونسبت، او مبدا اقل عدد جينات مناسب للحياه. والعمل والموضوع ده ناس مش مسيحيين، مؤسسات غير مسيحية ودرست الموضوع ده وتأكدت منه. فعرفنا إنه ده أسطورة، إن يكون في جد طلع لوحده كده ينقسم ذاتيا بسيط. ده أصغر كائن زي المايكوبلازما جينيتاليا، محتاج تصميم رائع في الدقة، خطأ في كود من 580 ألف كود ما ينفعش يعيش. طيب المفروض إن هو تحول بالتطور من الخلية البسيطة بروكاريوتيك للخلية المعقدة اليوكاريوتيك. فين؟ مفيش. طيب أي دليل عليها؟ لقينا أدلة عكسية، ما يسمى بالريديوسابل كومبلكستي، التعقيد الذي لا يمكن اختزاله. وده برضو شرح لأن البكتيريا خرافة إن هي تكون أتت بالتطور من هذا الجد. عرفنا إنه حتى أنواع البكتيريا المختلفة لا يجمعها جد مشترك، واختلاف الجينات بتاعتها بتصميمها يشهد على هذا الأمر. ودرسنا فرع في هذه الشجرة، مش عايز أكرر الكلام، وعرفنا أن كل الفروع طلعت هي خرافة، والأصل أن الأجناس مستمرة كجنسها، ولا يوجد أي دليل على التطور من جد مشترك. ودرسنا الحفريات ودرسنا كل هذه الأمور بشيء من التفصيل، لغاية ما وصلنا أنه لا، الحقيقة اللي يشهد عليه العلم اللي الأجناس خلقت وتتنوع لكن ما بتتطورش، وما لقيناش أي دليل على تطور جنس لجنس آخر، ما لقيناش دليل واحد، وما لقيناش أي دليل على جين بيطلع لي من العدم، من عدم وجود سابق. الجينات ممكن تنتقل من مكان لآخر، تتضاعف، تختزل، لكن ما فيش حاجة اسمها جين ليس له وجود ويتكون من العدم بطفرات. لما ابتدينا نتكلم مع بعض ابتدينا ندرس القصة من اتجاه آخر. إيه هو الاتجاه الآخر ده؟ ابتدينا ندرس، طيب في أجهزة أساسية في الكائنات، يعني أجهزة التنفس، ما هو الكائن لو ما بيتنفسش ميت. طيب أجهزة التنفس دي مختلفة، هل تنفع تكون الاختلاف ده وتصميماتها المختلفة جه بالتطور من جد مشترك وعرفنا الكارثة دي؟ لا ما تنفعش، وإنه لو أثناء التطور التدريجي لسه ما اكتملش جهاز التنفس، يعني كائن ما بيتنفسش يعني ميت. درسنا برضو جهاز تاني خطير جدا، وهو الجهاز الوعائي والأوعية الدموية والقلب والدم. طيب لو هل بيتدرج في تكوينهم، هل ينفع يكون الكائن حي؟ لا، مفيش حاجة اسمها بيتدرج في تكوين القلب ويتدرج في تكوين الأوعية الدموية وتكوين الدم ويكون كائن حي، ده ميت. طب الميت مش هيكمل تطور. النهاردة هنيجي لحاجة تالتة قد تبدو، معلش للبعض، مش مناسبة لصغيرين السن، وبكرر للمرة الثالثة اللي مش عايز الصغيرين يحضروا يكون أفضل وعلى مسؤوليته، لكن حاجة مهمة. لو في جنس من الكائنات لسه هيطور أسلوب التناسل والتكاثر فيه، يعني لسه ما اكتملش أسلوب التكاثر فيه، يعني ما بيخلفش، إزاي هكمل التطور؟ إزاي هتطور لجنس آخر؟ فهمني؟ وحناخدها من أبسط كائن، الجدية اللي لسه ما يعرفش إزاي يتكاثر، إزاي هكمل رحلة التطور وهو ما يعرفش الحاجة دي أصلا. ندرس الموضوع ده مع بعض باختصار شديد، على قد ما هكون conservative as much as I can، وحنتكلم مع بعض في التطور واستمرار التناسل للحيوانات. فرضية التطور بتقول إن التطور بيحصل في خطوات صغيرة جدا متتابعة متراكمة، يعني إيه؟ تغير بسيط في المرة، طفرة بسيطة تظهر في أجيال وتنتشر وتسود، ثم تغير آخر بسيط يتراكم عليه في الثالث في الرابع، وكل مرحلة بسيطة من دول بتسود لغاية ما يكتمل كل التغيرات المطلوبة عشان يظهر عضو جديد. حلو،
بس أنا عندي إشكالية من بداية الموضوع ده. كل الأجيال دي في المراحل الوسيطة لازم تكون قادرة على التناسل. أي مرحلة من دول ما بتقدرش تتناسل، تطور إيه اللي بيحصل؟ دي ما بتخلفش. المبدأ اتفهم ولا عايزين أشرح أنا بتكلم على إيه؟ النقطة اتضحت، اللي فهمني يكتب لي 7. هل في تطور يحصل لو الكائنات لسه ما بتتناسلش؟ ما ينفعش يتطوروا لإيه لما دول ما بيخلفوش؟ دول النوع بيندثر، الجنس بيندثر. ندرس القصة مع بعض باختصار شديد، وهنبدأها من الطبقة الحلوة المفضلة بالنسبة لنا والحادث الجيولوجي الهام جدا، وهو انفجار الكامبريان. ما قبل الكامبريان اللي بتقول لنا عنه المدعين التطور، انه اللي احنا بنقول عنه ده قبل الطوفان، لكن هم اللي بينادوا ان هو ده من قبل 520 مليون سنة، قبل تطور الكائنات المتحركة اللي كان فيه أدوبك وحيد الخلية والإسفنجيات، ودول بيتناسلوا عندهم خاصية التناسل اللاجنسي، والإسفنجيات فيها التناسل الجنسي واللاجنسي. مش مهم، يعني الإسفنجيات يا تتبرعم يا إما الإسفنج الواحد يمثل الجنسين، لكن الكائنات دي لا بتنتج بيض ولا غيره. الإسفنج بيطلق خلية تصل الإسفنج الآخر وتكون برع وتكون خلية جديدة، تكون اسفنج جديد. اوبس، في لحظه جيولوجيه واحده هوبا الطبيعه اياها العظمه عليها دي، في انفجار الكامبريان في بدايته وليس في نهايه انفجار الكامبريان، يعني مش بعد 15 يوم زمن 15 مليون سنه زمن انفجار الكامبريان، ده في بدايته، بدايه ال 15 مليون، في لحظه جيولوجيه ظهرت فيه الكائنات الكثيره المتنوعه المتحركه بدون مراحل وسيطه ولا كائنات غير متميزه. الكائنات المكتملة من بدايتها دي زي قشريات بحرية، زي حبيب من الملايين الترلوبايت بيبيض. ها، جده الاسفنجي اللي قبله بكام يوم ما بيبيضش، الترلوبايت ظهر بيبيض. فين مراحل وسيطة؟ معلش مفيش. طيب الترلوبايت ده مفهوش تطور، الترلوبايت من بدايته بيبيض، ادي مرجع بيتكلم على هذا الامر. وأيضا الكلام ده اتنشر حديثا سنة 2017، الكلام ده مش كلام قديم حتى كمان، تأكيدا لنفس الموضوع، الترلوبايت من بدايته بيكون بيض إكس. أين مراحل التطور من الإسفنجيات اللي ما فيهاش حاجة اسمها يكون بيض ولا الكلام ده، إلى المرحلة لوجود البيض في الترلوبايت؟ المراحل الوسيطة ملهاش وجود. لو حد يلاقي ان انا بقوله ده كذب يطلع يقول لي كذاب بالدليل العلمي. اللي عنده المراحل الوسيطه لتطور الترولوبايت فيها تدرج تكوين البيض من كائنات قبلها اسفنجيات لا تكون بيض يطلع يقدمه لي. يمكن انا جاهل على قد اصل انا بؤمن بالخلق. الاجابه لا وجود لها، ده ما لا يختلف عليه حد على فكره. ده نتيجة فوق 150 سنة بحث في الحفريات ولم يجدوا شيء. والمفروض علشان بتتدرس في الجامعات أقبل هذه الفرضية التطور الخيالية اللي مفيش أي دليل على أي حاجة لغاية دلوقتي، بل هي في الحقيقة مش بس ما تقدرش تقدم دليل أو لا يوجد دليل، هي أصلا ما تقدرش تقدم تفسير. متخيلين أن التطور التدريجي اللي فيه أي خطوة غير مكتملة، الجنين ميت، ولو الجنس بينتج أجنة ميتة لأنها لم تكتمل بعد يعني الجنس فنى. ممكن حد يقول لي إزاي حصل التدرج؟ مع ملاحظة إن أثناء هذا التدرج الأجنة الغير مكتملة ميتة كائن لا ينجب ويفنى. بل مش هتكلم على الجنين وبس، بل لو بدأ يتطور الفرد المذكر والأنثى أو الفرد المؤنث ما تطورش بعد، أو العكس بدأ يتطور الفرد المؤنث والمذكر لم يتطور بعد، هو برضه بيفنى. بل لو حصلت معجزة خارقة للطبيعة سوبر ناتشرال
وتطور الاتنين مع بعض، الفرد المذكر والمؤنث، بطريقة تكميلية في نفس الوقت بمجموعات ضخمة من الطفرات، مش تدريجيا، يعني بنتكلم على قفزات بيولوجية عملاقة عشان يكونوا جنين في بيضة. بس مش بس كل ده اكتمل بصدف، ما تنفعش بقى تكون صدف، ولكن حتى بس لو نظام الحماية الخارجية لهذا الجنين غير موجودة، هو أيضا ميت. طبعا الجنين اللي مش بيتكون أو الجنين الميت ده مفيش أصلا أنسال بتنتج يعني الجنس يفنى. ممكن حد يشرح لي بالتطور اللي بيتدرس في كل الجامعات؟ ممكن حد يجيب لي من أي منهج من مناهج هذه الجامعات اللي بيتشدق بالنداء بأسمائها في أحد مناهجها شرحت إزاي تم هذا التدرج بشيء تفصيلي علمي؟ بل مثال الترولوبايت اللي تم اكتشافه إنه ليه نظام رائع لحماية البيض، وبيكونوا الطريقة وبيضعوا في هذه المقدمة بهذا المنظر، وبيكون محمي بهذه الطريقة، قبل اكتمال نظام الحماية دي كيف نجت الأجنة؟ إزاي؟ اللي بتكلم عليه دلوقتي التكاثر الخارجي، فكروا فيها براحتكم، ولو لقيتوا أي دليل علمي مقدم، بس دليل حقيقي مش قالوله ولا ادعاءات فارغة، يا ريت حد يقدمه لي. عشان هختصر بشدة، الموضوع ده طويل قوي لكن انا مش عايز اخده على كذا اسبوع، انا هحاول النهاردة وبس، ما نتكلمش فيه تاني، لكن يكون صورة مختصرة كافية. المرحلة التانية من الكائنات اللي تبيض وهو التكاثر الداخلي، يعني تناسل فرد مذكر ومؤنث لابد من تلاقيهم بطريقة مناسبة. أبدأ بسؤال مهم عن مراحل كل منهم. كائن يبيض من النوع اللي بيه التكاثر الداخلي، يعني يوجد كائن مذكر وكائن مؤنث من نفس الجنس، نوع من كائنات بحرية أو الأسماك القديمة أو البرمائيات أو غيرها، أنا مش هتكلم على أنه فيهم لأن هم مختلفين عليهم، ده مش موضوعي، مش هدخل في اختلافهم والخناقات بتاعتهم. المهم أول مرحلة من مراحل البسيطة بدأ فيها الكائن اللي قبلها، يعني الـ الأب والأم كانوا بيتكاثروا خارجيا، والجيل اللي بعده بدأ يتكاثر داخليا. المفروض ده مر بعدة مراحل تطور، ولا أنا غلطان؟ ده المفروض، لأن التطور ده تدريجي، تغيرات بسيطة وفي المرة تتراكم في عدة أجيال كثيرة. المهم السؤال، حد ممكن يقول لي إزاي الصدف العشوائية للطبيعة الغبية الغير هادفة الغير حية طورت الأعضاء التناسلية للكائن المذكر من الأصل الذي لا يحتوي عليها ولا يحتوي على هذه الصفات، وأيضا طور كائن مؤنث أيضا من الأصل الذي لا يحتوي على هذه الأعضاء في نفس الوقت بصدف كثيرة جدا ولكن متضاعفة، لأنها في كائنين مختلفين لكن مناسبين لبعض بطريقة يقر إن الكل إنها مستحيلة في الطبيعة، بحيث في الآخر ينتجوا كائنين بطريقة عفوية بالصدفة الغبية الغير عاقلة الغير هادفة، تطلع لي كائنين أعضائهم التناسلية مناسبين لبعض للقيام بالوظائف البيولوجية الدقيقة دي عشان يتناسلوا بدون خطأ واحد. ممكن حد يقول لي الكلام ده إزاي؟ مع ملاحظة إن أي تدرج أثناءه يعني عدم اكتمال، لأنه تدرج عشان يكتمل، قبل ما يكتمل التدرج هو لسه ما اكتملش، يعني مفيش تناسل، ومفيش تناسل معناها فناء الجنس. أنا مش بتكلم على القفزات اللي بيقولوها، أنا بركز بس على المرحلة اللي كان الجد كان بيتناسل
ويتكاثر خارجيا، وبعد كده تطور منها اللي بيتكاثر داخليا. ازاي يا ترى عاش وهو لسه ما اكتملش؟ المراحل اللي بينهم عاشت ازاي وهي ما اكتملتش؟ مع ملاحظة انه عشان ينتج عضو ذكري الكائن يتكاثر داخليا من كائن اخر يتكاثر خارجيا وليس من اصل لا يحتوي على هذه الاعضاء، يحتاج حتى ده يحصل بيه تغيرات كثيرة جدا، يا بتعود التدرج يا بتعود الطفرات العشوائية البسيطة المتراكمة. كيف نجا هذه المراحل بدون إنجاب؟ بل الأعجب لو قلنا مرة واحدة يعني قفزة، لأن التدرج أي خطوة على مراحل كتيرة وأزمنة متعددة وأجيال كثيرة ما تنفعش. يعني حتى أصلا كلام التطور الأساسي بتاع كابتن داروين واللي بينادوا بيه، اللي بيعتمد على طفرة صغيرة في المرحلة تتراكم، ده ما ينفعش لأنه ما بيتناسلش المراحل البسيطة، يعني ميت يعني يفنى. إزاي كل الصدف والطفرات دي العشوائية اللي نسب احتمالها تتعدى كتير نسبة الاستحالة في الإحصاء، يعني أكتر من 1 × 10^50، أو لا يحدث في الطبيعة اللي هو 1 × 10^30، إزاي حصلت مرة واحدة؟ قوم إيه، مش حصلت مرة واحدة، دي مرتين، لأنه نفس الكائن من نفس جنسه يكون واحد بيتطور في نفس الوقت وفي نفس المكان، يعني في نفس الزمان والمكان، ولكن الفرد المؤنث. معلش، ممكن يقول لي بقى الناس دي الخرافة دي بتتم ازاي؟ علشان نؤمن بالتطور اللي بيتدرس في كل الجامعات. طب ممكن تجيبوا لي من اي من هذه الجامعات ازاي ده تم تدريجيا وايه الادلة العلمية عليه؟ اي دليل علمي ملاحظ مختبر متكرر؟ ممكن؟ معلش، ما أنا جاهل بأمن بالخلق، ممكن أي حد من بتوعات الجامعات اللي بتؤمن بالتطور وبتدرسه كتطور حقيقة يجيب لي دليل علمي على هذا؟ مع ملاحظة إن الفردين لازم يكونوا اتطوروا في نفس الزمان ونفس المكان بطريقة مناسبة لبعض، رغم عدم المعرفة المسبقة إيه اللي هم محتاجينه، ورغم انهم مفصولين عن بعض لان جينات الاعضاء التناسليه الذكريه مختلفه عن الانثويه. مع ملاحظه ان هذا الجنس او هذه السلاله اللي بدات تتطور تدريجيا وما كانتش لسه اكتملت، ولم يكتمل الفرد المذكر او المؤنث او الاثنين، يعني غير مناسبين لسه لبعض، ما بيتناسلوش. ولو اكتمل تطور المذكر قبل المؤنث بزمن ولو قليل بجيل واحد حتى، يفنوا، أو العكس برضو يفنوا، أو حتى لو بصدف مستحيلة الحدوث الاتنين في نفس الوقت ولكن مكانين مختلفين، يفنوا. والموضوع ده إيه؟ ده احنا مش بنتكلم على كائن، ده احنا بنتكلم على تطور في كل الأجناس، كل جنس يتطور لآخر. إزاي نجا الاتنين من الفناء وهم ما بينجبوش لأنهم ما كانوش اكتملوا بعض؟ وأي شيء فيما يحتاجه الجنين لم يكتمل تطوره هو جنين ميت. يعني حتى لو الاتنين كانوا اكتملوا بصدف unbelievable supernatural ما تحصلش في الطبيعة، ولكن بس الجنين فيه حاجة ناقصة، هو ميت، يعني يفنى الجنس اللي المفترض أنه هو في طريقه للتطور. ده يؤكد أن التطور كائن يبيض يتناسل داخليا من كائن يبيض يتناسل خارجيا، ده مستحيل علميا. لو حد عنده كلام يثبت ان اللي انا بقوله ده غلط، لو حد عنده دليل من الجامعات اللي بتدرس التطور يثبت كلام اللي انا بقوله غلط، يتفضل يقدمه لي وانا هعترف له ان انا غلطان. ممكن الكلام ده يمكن انا اللي بألفه، ما أنا جاهل عشان أنا بؤمن بالخلق، طب ما أجيبه لكم من علماء التطور نفسهم. إيه رأيكم؟ بلاش أجيبه لكم من عالم ولا اتنين لا يطلعوا مدفوع لهم من الكنائس اللي بتدفع فلوس كتيرة، طب ما أجيبها لكم من موسوعة التطور نفسها. إيه رأيكم؟
موسوعة التطور نفسها اللي هي الطبعة بتاعت سنة 1990 تقول الآتي: العديد من المشاكل. ها؟ إيه ده؟ مش التطور حقيقة؟ إزاي حقيقة هو مليان مشاكل؟ ده البداية. العديد من المشاكل يجعل كل الحفرة تبدو غير متكافئة. ده موسوعة التطور بتتكلم على مشاكل التطور اللي واضح إن هي مش نافعة. تماما. ومع ذلك فمن الشائع أن بينما التكاثر اللاجنسي هو نادر، مصدر التكاثر الجنسي يظل واحد من أكثر الأسئلة تحدي في التطور البيولوجي. شكرا. ده كلامي؟ لا، ده كلام موسوعة التطور نفسها. شائع، الناس مقتنعة بيه، ولكن فينه؟ مفيش. ومن ساعة ما ادعوا التطور 1859 ولغاية يومنا هذا، مصدر التكاثر الجنسي لسه سؤال محدش يجاوب عليه. بل مش سؤال عادي، ده واحد من أكثر الأسئلة تحدي في التطور البيولوجي. إيه رأيكم؟ التطور حقيقة بيدرس في الجامعات. طب ممكن تجيبوا لي الرد على اللي قالته بلاش انا، ما انا جاهل الكنوني على جنب. طب رد على موسوعة التطور في اللي قالته. تكمل وتقول كارثة تاني: الموسوعة مش بس بتقر ان مصدر التكاثر الجنسي هو مشكلة لادعاء التطور، وانا اضيف عليها ده تثبت خطأ ادعاء التطور الخرافة وليس العلم، بل ما تكتفيش بكده، تكمل وتضرب مثال اخر حتى لو ابسط حاجة في التطور أثناء التكاثر للكائنات، وتقول الآتي لمين؟ دراسة الكبيرة كابتن داروين نفسه. تقول: حتى تشارلز داروين. أنا ابتديت أقتبس من كلام الموسوعة، فتقول الآتي أي أند أي كوت: حتى تشارلز داروين اعتقد أن الانتخاب الطبيعي لا يستطيع أن يوضح ذيل الطاووس أو التماثل الرائع التركيبي البارز في عرض الغزل. وعلى العكس من ذلك، لمعان الزوائد أو ريش الذيل، هذا بكل سهولة يظل ظهور الريش يجعل الطيور أكثر عرضة للافتراس بالحيوانات المفترسة. فلماذا التطور حظى به؟ إيه رأيكم؟ ده مش كلامي أنا، ده كلام موسوعة التطور، وآدي نصا قدام حضراتكم، وآدي الريفرنس قدام حضراتكم على الشاشة، واللي يحب يرجع لموسوعة التطور نسخة 1930 صفحة 402 حلاقة الاقتباس الأولاني و404 حلاقة الاقتباس الثاني. إيه رأيكم؟ طب معلش ردوا على موسوعة التطور مش عليا. بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا على أن تطور التناسل كان معاه مش بس تطور أعضاء تناسلية يجب أن تكون مناسبة، وده سؤال تحدي للتطور محدش عارف يجاوبه، وواحد من أكتر المشاكل ادعاء التطور، بل مش بس التطور الأعضاء التناسلية ده مش نافع، لأن أي عدم اكتمال يعني ما بتناسلش يعني ميت، بل حتى أعضاء أخرى زي الريش. أبسط مثال: فريش الطاووس اللي هو الأساسي في الغزل عشان يتم التكاثر، الطاووس ده إزاي طور حاجة زي دي ما كانتش عنده وطورها، لكن لما طورها بقي ظاهر أكتر للأعداء، فبقوا الأعداء ييجوا يشكروه يقولوا له شكرا، خليتنا نشوفك من بعيد فجايين ناكلك. طب ليه الطبيعة انتخبته؟ انتخبت ليه الأسهل للاندثار؟ الغير أصلح لأنه سهل يشوفوه الأعداء وياكلوه. الموسوعة بتتساءل: ده عكس الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي اللي المفروض قاد للتطور ده عكسه، ليه انتخبته الطبيعة؟ عشان كده موضوع تطور التكاثر ده كله ملغم بمشاكل التطور، أي منها كافي لإثبات خطأه ولا يوجد أي إجابة عليها من أيام داروين وحتى الآن. مع ملاحظة وجود أمر آخر في الانتقال من التكاثر الخارجي إلى التكاثر الداخلي، يحتاج أن الأنثى تغلف البيض بقشرة اللي تمنع نفاذ أي شيء بعد التكاثر وليس قبله، على عكس جدها اللي كان بيتكاثر خارجيا
اللي كان بيتكاثر خارجيا كان بيغلف البيضة بطبقة حامية أولا، ولكن تختلف تماما، لازم يكون ليها القدرة على أن السبيرم يقدر يعدي منها. يعني الجدة كانت بتعمل طبقة حامية للبيضة، لكن لازم تسمح للسبيرم يعدي وإلا البيضة مش هتتخصب فميتة. يعني مفيش تناسل. مش هتكلم إزاي طورت ده، لأنها لو طورته كان لسه ما حطتش الكاركتر دي فيه هو ميت. لو طورته وما كانتش لسه عملت طبقة حماية هو برضه ميت. يعني في الحالتين ميت. يعني في الحالتين هيفنى. لكن نعدي منها، نخلي إزاي الحفيدة اتغيرت وبقيت الحفيدة من الكائن اللي بيبيض اللي بتغلف البيض بتاعها بطبقة واقية، ولكن علشان التكاثر أصبح داخليا عامل الطبقة واقية ما تعديش السبيرم. مع ملاحظة المراحل الوسيطة اللي بين الاتنين، ما تنفعش، مستحيل، لأن البيض غير ملقح وهيموت، يعني الجنس يفنى. ممكن تقولولي إزاي اتطور من مرحلة للتانية رغم كل البيض اللي بيتكون ما بيتلقحش وميت؟ لأن في عيب في القشرة اللي اتكونت. ممكن تجيبولي من مناهج الجامعات حاجة بترد على هذا الموضوع بأدلة علمية ملاحظة مختبرة متكررة؟ أيضا الجنين محتاج إنه هو كمان يتطور بإنه يعتمد على أسلوب غذائي مختلف، وبالطبع أثناء مراحل التطور حتى يصل إلى هذه المرحلة. وأثناء المراحل دي نظام الغذائي للجنين لم يكتمل، يعني الجنين ما بيتغذاش فهو ميت، يعني الجنس بيفنى قبل ما يكتمل تطور. ممكن حد برضه يشرح لي ازاي ده تم؟ بل الأصعب من ده ومن ده إنه قبول إن النوع الأنثوي طور من نفسه بحيث زمان كان بيحصل التكاثر الخارجي لا يوجد علاقة بين الأنثى والسبيرم، لكن مع بداية التكاثر الداخلي بدأ السبيرم يدخل جسم الأنثى. قوم إيه بصدف طبعا سوبر ناتشرال طورت الأم دي نفسها بحيث إن الأجسام المضادة بتاعتها اللي بتدافع عنها ما تهاجمش السبيرم، اللي هي أجسام غريبة عنها، أجسام غريبة عنها عن جسمها تماما، كان يجب تقتلها مع زي أي بكتيريا بتدخل جسمها أو فطريات أو غيره. الأجسام المضادة دي بتقتل أي حاجة، أي جسم غريب بيدخل. ولكن أول ما اتطورت للتكاثر الداخلي أجسامها المضادة بطريقة سوبر ناتشرال ما بتقتلش السبيرم. قوم إيه كمان النوع الذكري بالصدفة العشوائية البحتة طور من نفسه بحيث السبيرم بتاعه اللي ينتجه يحمل صفات تخلي الأجسام المضادة للنوع الأنثوي ما بيهاجمهوش، بأسلوب اتفاق عجيب جدا في النوعين. لا ما تقولش سبحان الله، تقول سبحان الطبيعة، ده الطبيعة الأكبر اللي عملت الكلام ده. لا العلماء يزعلوا منك، تقول سبحان الطبيعة. فالأنثى اللي بتنتج أنواع من الأجسام التنظيمية تسمى regulatory T cell، دي منظومة معقدة من حاجات مسؤولة عن منع الأجسام المضادة من مهاجمة السبيرم. يعني ده مش نظام مش موجود، ده نظام جديد اتضاف على جهاز المناعة. النظام الجديد المعقد جدا اللي اتضاف هو اللي بيخلي جهاز المناعة ما يهاجمش السبيرم، والمفروض ان هي اتطورته بالصدف العشوائية البحتة في نفس الوقت اللي هي اتطورت من التلقيح او من التكاثر الخارجي للتكاثر الداخلي. احنا مش بنتكلم على هرمون او انزيم او جسم مضاد واحد، احنا بنتكلم على منظومة من انزيمات وهرمونات واجسام مضادة والخلايا اللي بتفرزها بانواعها المختلفة كلها بالصدفة العشوائية البحتة اتنغمت في السيمفونية دي، علشان في النهاية الام اللي بالصدفة العشوائية البحتة بقت تتكاثر داخليا لكن في نفس الوقت اجسامها المضادة ما تهاجمش السبيرم للنوع الذكري.
مع ملاحظة أي خلل أو عدم اكتمال في هذه المراحل المعقدة الكثيرة، الأجسام المضادة شغالة بطريقة طبيعية بتهاجم السبيرم، يعني يفنى الجنس. ممكن برضو تجيبولي من الجامعات اللي بتدرس التطور على إنه حقيقة، أي حاجة علمية بتشرح الكلام ده؟ ممكن؟ مع اعتبار نظرية التطور اللي بتدعي إن التطور بيتم طفرة صغيرة في المرحلة في عدة أجيال تسود وتنتشر ويحصل واحدة تانية تتراكم عليها وتغير تدريجي في أجيال كثيرة لغاية ما يكتمل وتوصل للمرحلة المناسبة اللي يكتمل فيها تطور هذا الشيء أو هذا النظام أو هذا العلم. ممكن إزاي تقولوا لي استمر الجنس أثناء تطور كل نوع الذكري والأنثوي بمعزل جيني عن بعض بالمنظومة بتاعت نظام الحماية التي لم تكتمل بعد، والمنظومة بتاعت تحكم في جهاز المناعة التي لم تكتمل بعد عشان يقدروا يتكاثروا داخليا ولا تهاجم الأجسام المضادة السبيرم؟ تدريجيا مستحيل. اللي عنده دليل عكس على كلامي مرحب بيه هو يقدمه، بس دليل علمي مش قالوله. وأيضا لو قلنا يمكن حصل مع بعض، لا ما ينفعش، ده احنا بنتكلم بقى على حاجات خيالية تتعدى نسبة الاستحالة بكثير جدا. احنا هنا بنتكلم على الجهاز التناسلي اللي هو مسؤول مباشر عن الإنجاب وعدم اقتراض الجنس، انقراض الجنس، اللي لو في أي عدم اكتمال لن ينجب، يعني سيفنى الجنس اللي عايز يتطور في أثناء المراحل الوسيطة. ده لو رحنا كمان على اللي بعد كده، يوجد أنواع تبيض وأيضا ترضع أطفالها زي البلاتيبوس أو أي مراحل تطورت من كائنات بتبيض إلى كائنات بترضع أطفالها. بتبيض ولا تغذي الأطفال وبتكون إدات له مواد غذائية كافية، إلى كائنات بتغذي الأجنة عن طريق الرضاعة. ده المفروض إنه مش بس بيتطور الأم والأب في نفس الوقت بصدف عشوائية بحتة، ده احنا كده بنتكلم على نفس الموضوع بس بتتطور فيه الأم والجنين في نفس الوقت بمعزل عن بعض بطريقة تكميلية، بحيث إنه الأم تتطور بما يصلح لتغذية الجنين والجنين يتطور بما يصلح إن هو يستفاد من تغذية الأم. إيه رأيكم؟ بالصدفة البحتة حصل الكلام ده، فالأم تفرز اللبن طبعا الذي فيه تعقيدات كثيرة جدا من خلايا متخصصة كثيرة ضخمة بما يتحكم فيها من هرمونات وإنزيمات وغيره، في جهاز تصميمه مناسب للرضيع أنه هو يعرف يستفاد منه، وفي نفس الوقت الرضيع اتطور بحيث يكون مناسب لهذا الجهاز الغذائي فيستفاد من اللبن في نفس الوقت وفي نفس المكان. ما هو لو اتطور الجنين قبل الأم الجنين ميت مش عارف يتغذى، ولو اتطورت الأم قبل الجنين هي بتطلع حاجة ملهاش أي لزوم. والمفروض إيه؟ إنه اتطور باستقلالية بصدف عشوائية بحتة، رغم إنه أي منهم ده غير محتمل في الطبيعة. لو طبقنا نفس الأمر ولكن على حيوان يلد، هنلاقي ما هو أصعب من كل اللي قلته حتى الآن. نفس كل القصة اللي قلتها عن لازم يكون المراحل الوسيطة نجد لغاية ما يوصلوا لتناسب الأعضاء التناسلية اللي المفترض إن هم تطوروا بطريقة عجيبة ولكن بصدف عشوائية بحت، عشان اوعى تقول في إله خالق، لا لازم تقول عشوائية ولازم تقول الطبيعة عشان يبقى علم. لو قلت إله يبقى مش علم، يبقى عقيدة أوعى، لكن لو قلت العشوائية والطبيعة يبقى أستاذ ودكتور وعالم. المهم طوروا بطريقة عشوائية عجيبة جدا في نفس الزمان ونفس المكان بمعزل جيني عن بعض، لأن كل كائن بيحمل صفات جينية مختلفة، إما ذكرية إما أنثوية. الأنثى اتطورت من وجود إنسان جهاز بيكون بيض بطريقة معقدة غاية في الدقة من بويضة بيتجمع حواليها الصفار، ثم في خلال رحلتها السريعة في قناة البيض بيتجمع حواليها البياض
لغاية ما يتم التلقيح ثم قشرة. أم إيه اتطورت إلى أنثى حيوان فيها رحم يحمل الجنين؟ مختلف جملة وتفصيلا على قناة البيض، مع ملاحظة برضو إن أي عدم اكتمال للتطور في أي خطوة الجنين مش عايش، يعني ميت، يعني النوع اندثر. ممكن حد يقول إزاي ده تطور تدريجيا؟ مع ملاحظة إن أي مرحلة من مراحل التطور حصلت للنوع الذكري ولم تحدث للنوع الأنثوي يفنى، حصلت للنوع الأنثوي وليس الذكري يفنى، حصلت للاتنين مع بعض ولكن ما حصلتش للجنين يفنى. أيضا النوع الأنثوي طور نفسه بحيث يستقبل الزيجوت، مش بس الأنثوي طور نفسه بحيث ما يكون مناسب للفرد الذكري، ده كمان طور نفسه في نفس الوقت بحيث ما يكون مناسب للزيجوت اللي هيتحول لجنين. وأنا بتكلم على أول كائن تحول من مرحلة البيض إلى مرحلة الولادة، وتحول بطريقة إنه الجنين ده اللي بيتكون جواه وبيتغرس جواه، الفرد الأنثوي ده ما بعتبرهوش جسم غريب، رغم إن هو فعلا جسم غريب عنه، صفاته تختلف، قد يكون ذكر، قد يكون نوع الدم مختلف، حاجات كتيرة قوي مختلفة. في نفس الوقت الفرد الأنثوي طور نفسه بما يكون مناسب للفرد الذكري، وطور نفسه بما يكون جهاز المناعة مناسب للسبيرم، وطور نفسه بما يكون مناسب إلى أن الجنين يستمر جواه، وطور نفسه بما يناسب أن هو يغذي الجنين. مع ملاحظة أنه أثناء ما بيطور أي حاجة من الحاجات دي كلها المعقدة، أي مرحلة لما كانتش اكتملت الجنين مش عايش، بل على سبيل المثال لو ما كانش اكتمل الجهاز أو المنظومة اللي بتتحكم في أجسام المضاد عشان ما تهاجمش الجنين، هتخلي الجنين ميت وتطرده من الجسم. ده طبعا بيحتاج ان الأم تفرز أيضا اللي هو ريجيلاتري تي سيل اللي هو بيسمى فوكس بي 3 أند سي دي 4، المنظومة الغاية في التعقيد في هذا الأمر عشان تحمي الجنين من الأجسام المضادة. وأيضا عندما يدخل الجسم أي جسم غريب، الحيوان طبعا بيفرز الخلايا المضادة فيه أو الجهاز المناعة اللي فيه بيفرز خلايا اللي هي من تي سيل والكلام ده اللي بتبتدي تطلع حاجات تدافع، ولكن مع أول مرة بدأ يتحول من البيض إلى يتحول إن الجنين بيستمر في داخل الأم، رغم كده برضو جهاز المناعة ما هاجمهوش. إيه رأيكم؟ وبرضو اللي هي الفوكس بي 3 اند سي دي 4 يستمر فترة طويلة بعد الحمل كذاكرة علشان يحمي الحمل المرة التانية ايضا. ممكن حد يقول ازاي ده حدث بالتطور التدريجي العشوائي؟ هل الكلام ده مصدق عند العلماء؟ هتلاقوا العلماء مقسومين نصين، يا إما نص ما بيتكلمش عنه علشان هو مش ناقص صداع ومش عايز يتقال إنه هو بيشير إلى مشاكل التطور، هو مش عايز يتلفظ من المجتمع العلمي فما يتكلمش عنه، يا إما البعض يشير إليه بس بأسلوب احترام يوضح إن في مشاكل. ديفيد كابيج الشهير يقول الآتي: الشخص يتعجب كم من الأجنة ماتت قبل أن يأتي التطور بهذه الميكانيكية التي تنظم العمليات بالصدفة. طبعا لو ما كانش حد بالصدفة ده كان تبقى كارثة، يبقى كده بيتكلم على التصميم، لازم يحط كلمة صدفة. انتوا عارفين ان في كلمات أساسية لازم تتحط في أي بحث أو أي مقالة زي كده، لو ما تحطتش ايه ده انت بتتكلم على التصميم، يا عم ما تكلمتش على التصميم، لا انت أشرت إليه بطريقة غير مباشرة، يبقى يلا برا، ممنوع من التدريس، ما فيش منح جديد، لازم احط طبعا كلمة by chance لو ما حطهاش ده الامضى، او evolutionary لو ما حطش كلمة evolutionary method بره، لازم يحطهم. فالراجل رغم كده ولكن بيسأل، بيقول طب المنظومة دي لو ما كانتش اكتملت الاجنة بتموت، طب قد ايه الاجنة ماتت لغاية ما تطور جاب لنا الميكانيكية دي؟
طب اللي بسؤال اللي انا بضيفه على كلام، طب اثناء المراحل اللي كانت الاجنه بتموت قبل ما يكتمل تطور هذه الميكانيكيه، هو المراحل الوسيطه دي استمرت ازاي لما هي ما بتخلفش؟ ايه رايكم؟ هو بيتعجب انه الامر الغايه في التعقيد اللي ما ينفعش يكون بالصدفه، رغم انه حط باي تشانس، لكن هو ده مصمم. طيب لغاية ما يكتمل عشان تنجو الأجنة، رغم أنه واضح أنه أول ما يبدأ التطور تفنى الأجنة، يعني كل المراحل الوسيطة اللي استغرقت فترة زمنية طويلة ده المفروض أنها كلها ما بتخلفش. مع ملاحظة أن كل اللي قلته ده احنا مش محتاجين أن يحصل مرة، بل هذه المعجزات تحصل في كل خطوة في أثناء التطور المزعوم ده عشان يستمر الجنس يتطور وما يفناش الجنين. طبعا ده علميا مستحيل، يعني خرافة. مش هو لوحده، كتير اتكلموا على هذا الأمر. أيضا ألكسندر يقول في تطور من البيض للحمل، من الاتجاه التطوري تعرض الأم لأنتيجينات الجنين، هو يكون مشكلة جديدة. بيقول إيه؟ بيقول إنه الجدة كانت بتبيض، الحفيدة أثناء مراحل التطور هتبتدي تولد، هتبتدي تحمل مش تبيض، لكن أول ما ابتدت تحمل هي بتتعرض لحاجة جديدة. إيه هي؟ الجنين ده فيه أنتيجينات بتطلع أنتيجينز بتخلي الأجسام المضادة الأنتيبوديز تطلع من الأم تهاجم. فيقول ده مشكلة، ده مشكلة إن يحصل. معظم الحيوانات تضع بيض، فالتعود هو ليس بمشكلة. يعني لو كنا قلنا إنه كائن بيبيض يتطور لكائن بيبيض عادي، لكن نقول كائن بيبيض يتطور لكائن بيولد، لا دي بقى مشكلة. هل ده كلامي؟ لا، آدي المرجع قدام حضراتكم، والكلام ده اتنشر فين؟ في مجلة نيتشر. إيه رأيكم؟ فهو بيتعجب إن كان كائنات، أغلب الكائنات الأرضية بتبيض، مفيش إشكالية. طب ليه الطبيعة انتخبت أو وافقت أو طورت أول مرحلة من الكائنات اللي بدأت تلد وليس تبيض؟ ليه؟ ده كارثة لجهاز المناعة. هو بيتساءل أول مرحلة نجت إزاي؟ أول مرة الأم دي اللي بدل ما بتبيض بدأت تلد وتعرضت للأنتيجينات بتاعة الجنين، نجا الجنين ده إزاي؟ ولسه جهاز المناعة ما كانش يعرف الكلام ده. اللي بيقوله ده يؤكد خطأ ادعاء تطور الكائنات التي تبيض إلى الكائنات التي تلد. لكن ده يؤكد لي إيه؟ يؤكد لي إن هم مصممين من البداية، ده ليس تطور تدريجي. بل مش بس استقبال الزيجوت والجنين اللي يخلي الأم تتعرض لأنتيجينات جديدة هي جهاز المناعة بتاعها على طول المفروض يهاجمها، لكن استمراره وكمان تغذيته لازم يكون بيحصل في نفس الوقت، لأنه أي مرحلة غير مكتملة، يعني لسه ما اكتملش تطور تغذية الجنين، بالطبع الجنين هيموت. الجنين ابتدى يوجد في رحم الأم دي أو في داخل الأم دي، لكن لسه ما اكتملش أسلوب التغذية بتاعه، طب الجنين ميت. والجنين ميت يعني مفيش نسل، مفيش نسل يعني الجنس يفنى اللي المفروض بيحاول يتطور. مع ملاحظة أنه هذه المراحل من التطور اللي المفروض بالصدف العشوائية، لكن دي تتعدى حد الاستحالة حدوثها، لازم تحصل في نفس الوقت اللي بيطور فيه مشكلة الأجسام المضادة، وبيطور الحيوانات المنوية، وأيضا يجب يتطور في نفس الوقت التركيب العضوي التناسلي الذكري، وأيضا بصدف لا تصدق في نفس الوقت يتطور تركيب الجهاز التناسلي الأنثوي بما يناسب الذكري وأيضا يناسب التكاثر، مع ملاحظة أن أي خطأ أو أي عدم اكتمال الجنس ينقرض لأنه بيخلفش. ممكن حد يقول للتطور يا ده إزاي يشرح لي الكلام ده؟ ما ينفعش الطبق هنا، مش ده يوضح ان التطور دي فرضية خطأ؟ ده حتى لو قالوا ان كروموزوم اكس موجود في الاثنين، طب كروموزوم واي مش موجود غير في المذكر بس، ولا يتبادل الجينات.
المشكلة للتطور كتيرة قوي. أضرب لكم مثال صغير تاني، رغم أنا حبيت أصريت إن أنا أختصر الموضوع هيبقى في يوم واحد ومش هقسمه على أسابيع، رغم إن حبيت أتكلم فيه ده ضخم يشهد لخطأ التطور. تكوين البلاسينتا يعني المشيمة اللي تمنع اختلاط دم الجنين بدم الأم، ده قصته قصة. ده من التعقيد في تركيبها في كل الكائنات اللي توجد فيها مشيمة، اللي ما يسمى بالمشيميات. انتوا عارفين انه المشيميات تنقسم الى ثدييات وغير ثدييات، لكن بتكلم بقى على المجموعة الضخمة دي المشيميات. اي خطأ في تركيب مشيمة في ابسط واحد بدأ يتكون فيه، اي عدم اكتمال في تدرج تطورها، هو قاتل الأم والجنين. دمين بيتخلطوا مع بعض مختلفين، الاتنين ضايعين، يعني الكائن يفنى وتنتهي عملية التطور من قبل ما تبدأ. ممكن حد يقول لي ده حصل ازاي؟ التطور التدريجي اسمحوا لي اقول الخرافي. ممكن تجاوبوا لي من الجامعات تشرح هذا الامر؟ بل حتى في تطور الانسان، فقط للتوضيح، مع ملاحظة أن أي خطأ بسيط جدا في الإنسان بيفقد القدرة على التناسل. أعتقد أن شايفين عيادات الخصوبة مليانة إزاي، إزاي الحال في المراحل اللي لسه ما كانتش اكتملت. أنا مش عارف أن تيتا لوسي كان عندهم عيادات الخصوبة موجودة وقتها كانت بتعالجهم، رغم أن هم كانوا بيعدوا بالتغيرات. الإنسان المكتمل أي مشكلة صغيرة بيبقى عنده مشكلة في التناسل. يا ترى المراحل البسيطة اكتملت إزاي وأنجبوا إزاي لغاية ما وصلوا للمراحل النهائية، رغم إن هي ما عندهاش أو غير مكتمل، يعني عيوب، وكانت مفروض الطبيعة ما تنتخبهاش. كل هذه الأنواع من التطور اللي المفترض حصلت بالصدفة العشوائية البحتة، لكن لازم مش بالصدفة عشوائية، دي بصدف unbelievable متضاعفة في الذكر والأنثى والجنين وكله في نفس الوقت. ومش تطور في جهاز ولا اتنين، ده تطور في أجهزة كثيرة في نفس الوقت علشان يقدر يتكاثر. الكلام ده مستحيل لفرضية التطور الفاشلة إياها تقدر تفسره. اللي يفسره فقط تصميم من البداية، الخلق، الخالق اللي عارف بيعمل إيه. إضافة مهمة في موضوع التكاثر الجنسي، وهي أن التكاثر الجنسي هو عكس البقاء للأصلح. تخيل من مرحلة الانتقال من التكاثر الذاتي، إن الكائن بيتبرع بينقسم ذاتيا ويخلص على كده، إلى أنه بيتكاثر ثنائيا مذكر ومؤنث. الأنثى أضعف، وخاصة في ما يسمى بالثنائي، ثنائية المظهر دايمورفيزم. ليه انتخبت الطبيعة الفرد السابق المتساوي إلى أنه يبقى فردين، واحد قوي واحد ضعيف؟ ليه؟ نعديها دي، مش مهم. الانتقال من المرحلة دي إلى مرحلة التبويض اللي قبل كده، لا هو بينقسم وبيخلص، لكن بدأ ينتج حاجة جديدة اسمها بيض. الفرد المؤنث مش بس أضعف بل أتقل بسبب جهاز جديد اتكون جواه، وهو جهاز إنتاج البيض، وثقة للبيض نفسه والبطء في الحركة، وخاصة أثناء وضع البيض. عشان كده أغلب الديناصورات بنلاقيها في وضع البيض، لأنها اتدفنت فجأة، حصل الطوفان وهي كانت بعضها كانت لسه بتبيض فاتدفنت. حد يقول لي ليه انتخبت الطبيعة الفرد المؤنث اللي بدأ يبيض وأصبح أتقل وأبطأ ويعاني من بطء الحركة ومشاكل التبويض أو الرقاد عن السابق ليه اللي كان بينقسم ويخلص؟ ليه عندما حتى المرحلة التالية، عندما طور الثدييات، بالإضافة للكارثة اللي فاتت، بالإضافة أنا ما عنديش حلقات وسيطة ما بين الزواحف والثدييات ولا حتى الزواحف والمشيميات، ولكن المرحلة التالية الطبيعة تنتخب بدل أم ما بتبيض وتخلص وتجري بعدها، إلى أن أم بتحمل سواء أسابيع أو شهور بدل ما تبيض، ولما بقت تحمل بقت أتقل بكتير، وهي أضعف بكثير وأبطأ بكثير، وتحتاج تغذية أكثر، وغيره من المشاكل اللي عارفينها لكل أنثى أثناء الحمل في الحيوانات.
ممكن تقولوا لي ليه الانتخاب الطبيعي اللي هو المفروض فيه البقاء للأصلح الأسرع والأقوى والأفضل في التغذية والكلام ده، انتخب الحفيدة اللي بدأت تحمل بكل مشاكل الحمل وساب بنت عمها اللي ما كانش حصل لها التطور ده، وأفنى بنت عمها اللي ما كانش حصل لها التطور ده اللي لسه بتبيض ما فيهاش المشاكل دي؟ ممكن حد يشرح لي الموضوع ده؟ كل ده أصلاً ضد البقاء للأصلح. أنتوا عارفين بأمانة ومش بهرج صدقوني، أنتوا عارفين لو التطور صحيح وبما فيه البقاء للأصلح، لا لو التطور صحيح يبقى التطور المفروض المبدأ بتاعه يقول البقاء للأسوأ والأبطأ والأضعف والأقل تناسل. ليه؟ لأن التطور بتاع البقاء للأصلح كان نلاقي الصورة عكسية، من الولادة للبيض للانقسام لهكذا لأنها أفضل بكثير. لو كان البقاء للأصلح لكنا شفنا تطور من الثدييات إلى التي تبيض إلى الانقسام، مش اللي احنا شايفينه دلوقتي. لو حد شايف اللي انا بقوله ده تخريف ياريت يجيب لي دليل علمي عكس كلام اللي انا بقوله. بل حتى لو اتكلمت على ابسط انواع التزاوج بما فيه اللي موجود في البكتيريا البروكاريوتكس، طيب البكتيريا دي لو هنتماشى جدلا ان فيها خليتين بيرتبطوا ببعض وتنتقل مكونات خلية إلى الخلية الأخرى وتتحد جينات الخليتين وينقسم، صب بسيطة عادي دي يعني كده الطبيعة بهزة منها تروح مطلع لك التكاثر الثنائي في البكتيريا اللي هو ما يسمى بالجينيتك ريكومباينيشنز. ده لا يعتبر تزاوج جنسي إلا بس حاجة في أبسط صور، ولكن رغم كده برضه محتاج يطور نوعيتين مختلفتين من الخلايا في نفس الوقت، خلية يتغير فيها جدارها من ان هو يحافظ على شكل الخلية ان هو اصبح له القدرة على ان يسع محتوى خليتين على طول، ويتغير فيها تركيب الخلية بإنزيماتها علشان ما تهاجمش محتوى الخلية التانية، والفجوات الغذائية اللي فيها علشان ما تهاجمش المحتوى اللي جاي لها، وفي نفس الوقت يتغير فيها جدار النواة عشان يقبل الدي ان ايه اللي جاي لها من الخلية التانية، ويتغير فيها الدي ان ايه واسلوب ارتباطه وانقسامه، وفي نفس الوقت بالصدفة العشوائية البحتة الخلية التانية من البكتيريا تتطور بالعكس، او من اليوكاريوتك تتطور بالعكس فجدارها الخلوي ايضا يتطور باسلوب يسمح له بالانقباض عشان يفرغ محتويات الخلية في الثانية في الخلية الأولى، وأيضا تتطور محتوياتها علشان ما تكونش مضادة للخلية الأولى اللي هتروح تقعد فيها، وأيضا يحدث تطور في نواتها علشان النواة تبقى ليها القدرة أنها تفرغ المواد الـ DNA أو Circular RNA أو whatever اللي موجود فيها، عشان لما تدخل في النواة الثانية في اليوكاريوتك أو عشان حتى لما تتحب بالبلازمت في البروكاريوتك المفروض يكون يحصل في نفس الوقت. هل ده يصلح بالتطور التدريجي؟ بل كمان المفروض الخليتين بيتطوروا مع بعض بحيث جدارهم يكون مستقبل يسمح بارتباط الخليتين في نقطة، وفي نفس الوقت تقوم ايه الطبيعة تقدر تخلي النقطة دي تتحول الى فتحة بين الخليتين تمر فيها مواد الخلية الى التانية، وتخلي خلية تقدر تتسع عشان تستقبل المحتويات، والخلية التانية تنقبض عشان تفرغ المحتويات بتاعتها في نفس الوقت بالصدفة العشوائية البحتة. طبعا مجموعة ضخمة من التطورات المفروض تكون حصلت في نفس الوقت بأشكال متقابلة، المفترض ان كل ده يكون مكتمل. ليه؟ لأن أي عدم اكتمال، أي اختلال بسيط، الخليتين ميتين. مش ده يثبت لنا خطأ التدرج؟ أي تأخير في وقت واحد منهم يموت. بل لو انتقلنا من الكلام ده للكائنات الأكبر اليوكاريوتك هنلاقي المشكلة تتعقد جدا،
أنا مش بتكلم على طفرة في كائن ولا تغير في كود ولا انتقال جزء من جين لمكان لآخر ولا تضاعف جيني. أنا أتكلم عن عدد ضخم من التغيرات الجينية وجينات جديدة لم يكن لها وجود سابق، تظهر في وقت واحد فجأة في اتنين مختلفين عشان يتم في نفس الوقت في نفس المكان بطريقة مناسبة بدون أي خطر. ويجب أن تحدث تغيرات في أثناء تطور أي جنس الآخر، ويجب أن يستمر يتكاثر أثناء مراحل عدم الاكتمال. بالذمة ما كانش الكلام ده خيال، مش الكلام ده ينفع في ألف ليلة وليلة، الكلام ده مش علم حقيقي. التطور هو ألف ليلة وليلة للكبار، زي بالظبط بتاع ألف ليلة وليلة بتاع العيال، بتاع كليلة ودمنة بتاع العيال، بس ده بتاع الكبار. بل احنا لو حسبناها بالاحتمالات هنلاقيها تتعدى حد الاستحالة. ألا نجد نفس المشكلة في كل كائن يحتاج أن يتطور به التكاثر بأسلوب التزاوج؟ والمفروض أقبل كل ده الغير علمي وهو غير ملاحظ وغير مختبر. طيب أنا حبيت أدور عن إجابة، والله يعلم إذا كنت صادق في كلامي ولا لا، بحثت كثيرا جدا في الجامعات اللي بتدرس الكلام ده، ما لقيتش إجابة. أفضل ما وجدت هو من موقع اسمه كورا ساينس، قالوا الآتي، قالوا إنه تطور التزاوج الثنائي، أنا قلت بقى هيقولوا كلام علمي يخليني أتكسف من نفسي أنا الجاهل بتاع الخلق. قالوا الآتي، أند أي كوت، تطور التزاوج الثنائي في كائنات وحيدة الخلية هو قد يكون احنا بنتكلم بس وتش، يعني الكلام ده انتوا ما شفتهوش ده اي حاجة، بسبب ان خلية تدمرت فاحتاجت ان تنسخ جينات خلية اخرى. يا صلاة الطبيعة، ايه رأيكم؟ بتفكروني بهرج؟ ادي الكلام اللي اتقال، لايكلي لربما. ويكمل ويقولوا ايه؟ او حل بديل، عارفين بالظبط صدقوني بتاع بس وتش، يا اما بس او تش، وانتوا بقى تركبوهم مع بعض. فالاولاني يمكن خليها اتكسرت فقررت ان هي تنسخ جينات خليه تانية، يا سلام خليها اتكسرت فقررت. او حل بديل، يعني الكلام ده كله اللي بيقولوه تخمينات، ده مش علم. وهو أثناء التغذية، ولكن هناك نظريات متنافسة، يعني إيه؟ كل واحد كل عالم من إياهم يطلع يقول اللي هو عايزه، يوسع في كلامه براحته، ويفضلوا يتخانقوا مين فيهم صح. طبعا كلهم بيتخانقوا ليه؟ لأن مفيش دليل حقيقي. آدي نص كلامهم اللي عايز يتأكد من اللي أنا قلته، وآدي المرجع قدام حضراتكم. إيه رأيكم في الإجابات الرائعة العلمية من المناهج العلمية بتاعت الجامعات اللي بتدرس إن التطور حقيقة على كيفية تطور الكائنات التي تتزاوج؟ يعني الخلاصة ما يعرفوش، وحتى تخميناتهم مش نافعة بيتخانقوا عليها، لكن في المقابل وجدت اعترافات كثيرة من علماء التطور بصعوبة هذا المشكلة لو تمشينا مع فكرة التطور. يقول لنا نيلسون وغيره، بس يقول نيلسون على سبيل المثال، يقول الآتي: من وجهة نظر التطور، اختلاف الجنس هو مستحيل أن نفهمه. لما احنا نقول مستحيل يقولوا لنا يا جهلة ما تقولوش مستحيل، لكن هما بيستخدموا التعبير ده. من جهة نظر التطور، اختلاف الجنس هو مستحيل أن نفهمه، وأيضا اختلاف التركيب الجنسي الهائل. شكرا. يكمل ويقول: فنعرف أن التكاثر الذاتي لابد أن يكون معقد. يعني بيقول لو خلية أو كائن بينكسر ذاتيا ده بيكون معقد. كويس، كيف ممكن نتخيل يحدث جسور بين تركيبات مختلفة؟ الراجل بيقول إيه؟ والمشكلة اللي محيراه إيه؟ وآدي نص كلامه للي عايز يتأكد، وآدي المرجع للي يحب يتأكد بنفسه قدام حضراتكم. هو بيقول إن ادعاء التطور ده مستحيل يفسر التصميم الكائنات جنسيا بما هو مناسب للتكاثر، بل ازاي حافظ على التعقيم في نفس الوقت؟ طب الخلية اثناء ما بتنقسم هي معقمة بتحافظ ان مفيش حاجة يدخل لها، طب ازاي حافظت على التعقيم اثناء ما خلية تانية بتجيلها؟ ايضا واحد تاني زي جورج ويليام في كتابه الجنس والتطور
ويقول أو يقر بوضوح التالي، ده كتاب عن الجنس والتطور. بص بيقول إيه، كتاب المفروض بيشرح تطور الجنس، يقول التالي: التكاثر الجنسي في النباتات والحيوانات هو لا يتفق مع نظرية التطور الحالية. أوبا، ده مش كلامي أنا، الراجل عامل كتاب كامل، عالم من العلماء، كتاب كامل إن إزاي التطور حصل في الأمور الجنسية في الحيوانات، وفي الآخر يقول لك إيه؟ التكاثر الجنسي في النباتات والحيوانات هو لا يتفق مع نظرية التطور الحالية. آدي نص كلام، إيه رأيكم؟ بيقول Sexual reproduction in higher plants and animals is inconsistent with current evolutionary theory. اتفضل المرجع قدام حضراتكم اللي عايز يتأكد الكلام ده. أيضا جينا وشانون وغيرهم كتير، الكلام ده اتنشر في مجلة ديسكفر، يقولوا الآتي: بكل تأكيد إن وجود التكاثر الجنسي هو واحد من الأسرار الأساسية في التطور البيولوجي اليوم. يعني إيه؟ يعني ما يعرفوش، ده بيقولوا ده فاندمنتال ميستريز. إيه رأيكم؟ آدي مرجع قدام حضراتكم على الشاشة. أيضا فيليب كيتشر اللي بيقول بوضوح، بص يقول إيه: برغم المحاولات المستميتة من أنصار داروين، لا يوجد تاريخ دارويني مقنع لظهور التكاثر الجنسي. إيه رأيكم؟ There is no convincing Darwinian history for the emergence of sexual reproduction. وغيرهم كتير جدا، أنا جبت لكم أمثلة. إيه رأيكم؟ بل لفشل فرضية التطور تماما في تفسير الكلام ده، طبعا مش هيقعدوا ساكتين، لازم يفتوا. اخترعوا لنا حاجة عجيبة جدا، وهي علشان يستمروا في التطور بدل ما يقروا ان الصحيح علميا هو الخلق، هو ده الواضح. طبعا دكتور ستيوارت نيومان وغيره كتير اتكلمت عنها سابقا، قالوا الفرضية الجديدة اللي انا قلت لكم عنها، القفزات. ايه قالوا؟ مش مهم بقى بلا دليل علمي بلا بتاع، يا راجل سيبك من الكلام ده. قالوا انه أرنب بيتطور في مكان مذكر وفي نفس المكان وفي نفس الزمان بصدفة عشوائية بحتة، بيتطور أرنب مماثل مؤنث يخلف زربان. يا سلطة الطبيعة، وأوعى تعترض، ولو لقيت أرنبين خلفوا زربان ما تعترضش، ده القفزات. طبعا الكلام ده لو تفتكر انا شرحته بالتفصيل في موضوع التطور الكبير الجزء الرابع عشر والتطور الفجائي، وفي ناس كانت فكرت ان انا بهرج، لكن قلت لهم اسماء العلماء اللي بدأوا ينادوا بهذه النظرية. تمساح يبيض يطلع من البيضة طائر، اوبس، دي قفزة. ده ايضا لا يفسر التطور، لكن ده في مضمونه اعتراف بفشل التطور والبحث عن حلول أخرى حتى لو خرافية للهروب من الاعتراف بفشل التطور، وفي نفس الوقت عدم الإقرار أن الصحيح علميا الملاحظ المختبر المتكرر هو الخلق الذي يشهد على ثبات الأجناس. لكن كل اللي قدمته سابقا يؤكد الذي خلق هو خالق ذكي، خلق الاثنين ذكر وأنثى بطريقة مناسبة لبعض. طبعا مشكلة تانية بالفعل صعبة لعلماء التطور، وهو أن الإنسان مفترض أنه تطور من قردة، جد قرد وجدة قردة، أو الجد المشترك علشان ما يمسكوش الكلام ده. الجد المشترك من قرد أفريقي اتطور بيه إنسان، لكن الإناث في القردة ولاد عمومنا ما عندهمش الألام أثناء الولادة، لكن الإناث في الإنسان بتتألم أثناء عملية الولادة، صح؟ والموضوع ده بيوصل لدرجة خطيرة، أحيانا بيوصل للموت الأم والجنين أحيانا. مش هتكلم في الموضوع ده كتير،
لكن لو الإنسان كان تطور بالانتخاب الطبيعي اللي بينتخب بالبقاء للأصلح، مش كان المفروض الطبيعة تبيد الإناث الأولى اللي أشباه القردة في طريق تطور الإنسان اللي بدأت تعاني من ألم في الولادة وصعوبة ومشاكل وفترة طويلة، وتقعد بتولد فترة أطول عن اللي بتقضيها القردة، وتتعرض للموت بسبب الولادة، وتنتخب القردة اللي أسلوبها في الولادة أسهل؟ طبعا ده ضد التطور تماما، فكرة الانتخاب الطبيعي. مش ده برضو يؤكد فشل التطور؟ الأمر ده مفسر بالنسبة لنا في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس قال لنا إن الموضوع ده كعقاب للخطية اللي حصلت، لما بيقول في تكوين 3: وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، ولرجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. فالحقيقة صدقوني، حتى تكاثر الكائنات يؤكد الخلق إن الخالق اللي صممهم بطريقة مناسبة جدا من البداية، وليس التطور. بوضوح، ده أنا مش عايز أدخل في نقط فلسفية، ولكن لو التطور هو الصحيح، هي ليه كانت الكائنات تتكاثر أصلا؟ ليه؟ مش كان أول كائن يحتفظ بالغذاء لنفسه ويقعد مهيص في الأكل الكتير اللي موجود وما يعملش منافس ليه؟ أول خلية ليه انقسمت؟ ليه اتكثرت؟ عندها غذاء زي الفل وحلوة وعايشة، ليه تصنع خلايا تانية تفضل تزيد في عددها تتنافس معاها في الغذاء؟ لو التطور هو الحقيقة، لماذا التكاثر؟ ليه؟ حفاظا عن أنواع طز في الأنواع، المهم الكائن الأناني زي ما بيدعوا، والسيلفش جين، ما يحتفظ بالغذاء لنفسه والبيئة لنفسه ويفرح ويهيص. ليه التكاثر؟ ليه تعب القلب في التكاثر؟ لو فعلا التطور هو الصحيح، لا يفسر ذلك إلا الإله اللي خلق الكائنات وضع فيها غريزة التكاثر ليكسروا ويثمروا ويثمروا ويملأوا الأرض. صدقوني النقطة دي، حتى النقطة دي كهدف غائي، بدون الخلق ما ينفعش تفسيره، التطور لا يستطيع أن يفسر ذلك. أنا عارف طولت عليكم، أنا آسف، سامحوني، أتمنى ما كنتش قلت حاجة مسيئة، وأيضا لو كان في أي لفظ صدر مني خطأ أعتذر عنه وبشدة، لكن الموضوع ده قاتل، لأنه كائنات أثناء التطور لو ما بتتناسلش ميتة. فالتكاثر يؤكد بطريقة واضحة علمية